الفراعنة ونسور قرطاج، ديربي عربي على طريق الذهب. ساعات وهنكون على موعد مع واحد من أقوى الدربيات العربية على مر التاريخ. مصر مع تونس، لقاء اتكرر عشرات المرات في أكتر من 50 سنة، من تصفيات أفريقيا لإنهيات الكان لتصفيات المونديال، والنهاردة هيكون في البطولة العربية. تاريخياً الإثارة والندية والشغف كانوا عناوين لمواجهات الفراعنة مع نسور قرطاج. كسبنا وخسرنا وتعادلنا، لكن عمر ما لقاءات مصر مع تونس فقدت الشغف الجماهيري والمتابعة الإعلامية في كل أنحاء الوطن العربي. النهاردة وفي العاصمة القطرية الدوحة، وصل قطار الفراعنة للمرحلة قبل الأخيرة على طريق البطولة، إذ لأول مرة تبقى تحت مظلة الفيفا. رفاق المدرب العبقري كارلوس كيروش جاهزين لقطع تأشيرة التأهل للنهائي العربي بعد ما كسبوا لبنان والسودان وسجلوا تعادل عادل مع الجزائر، وبعدها الفوز في الربع النهائي على نشام الأردن. وشهدت مباريات منتخب مصر تألق واضح وملحوظ للشناوي والونش وأكرم وفتوح ورفعت وفيصل وشريف وأفشة. على الجانب الثاني، مدرب نسور قرطاج منذر الكبير جاهز لمفاجأة جمهور بلاده باللعب في النهائي بعد فوز ولا أغلى على الخنجر العماني بهدفين مقابل هدف، وقبلها تصدر مجموعته اللي ضمت الإمارات وسوريا وموريتانيا برصيد 6 نقاط. الأوراق الرابحة عند الفراعنة ونسور قرطاج معلومة للجميع، وأكيد محفظة كيروش ومنذر فيها الخلطة السحرية من أفشة وفتحي وشريف وزيزو ورفعت في الفراعنة لساسي والجزيري والمساكني ومعلول في تونس. مصر وتونس عبارة اللقاء الزعامة العربية قبل المواجهة المحتملة المونديالية في المباراة الفاصلة المؤهلة للمونديال، وعشان كده فوائد ماتش النهاردة مهمة جدا للمنتخبين.